على اي حال خلينا ننتقل مع حضراتكم لموضوع اخر، والمرشحين في الانتخابات الرئاسيه المصريه 2024 بيواصلوا ادعاء الانتخابيه بشكل مكثف استعدادا لمرحله التصويت واللي هتبدا في الخارج ايام 1 و2 و3 ديسمبر. هيكون في صمت انتخابي قبلها بيومين. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حملات الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين، والتي انطلقت يوم 9 نوفمبر مع الإعلان عن القائمة الانتخابية للمرشحين برموزهم الانتخابية. وتتوقف الدعاية الانتخابية بالخارج يوم 4 التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، وذلك قبل يومين من بدء عملية التصويت للمصريين بالخارج، والتي تجري يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي يوم 1 ديسمبر. فيما تتوقف الحملات الانتخابية للمرشحين بالداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر قبل بدء التصويت بالداخل يوم 10 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل. وأكدت لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية عدم تلقيها أي مخالفات بشأن الدعاية حتى الآن. وتتضمن مهام هذه اللجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد 28 لجنة على مستوى الجمهورية لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، على أن تكون هناك لجنة بكل محافظة عدا محافظة القاهرة فتشمل لجنتين لرصد المخالفات. وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التي يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والملصقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدداً من الضوابط والمحظورات في الدعاية الانتخابية، فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ب20 مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين في الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية في بنك مصر أو الأهلي لمراقبة مصروفات الدعاية، كما سمحت أيضاً بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة 20 مليون جنيه المخصصة للإنفاق. وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات استعمال الشعارات الدينية في الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمباني الحكومية والمواصلات العامة في الدعاية، إلى جانب حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، إلى جانب إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.